اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا مولانا رب العالمين. خليكم معنا سيدي. نحن قررنا ان نعطي دروس في الحج اعتبار السبب وقت الحج، كل دروسنا تكون في الحج. فقلنا ان الانسان اذا اراد ان يذهب الى الحج فعليه ان يراعي حزمة من الامور، منها ان يخلص النية لله، منها أن يتوب إلى الله عز وجل، وإذا كانت هناك حقوق عباد أن يرد هذه الحقوق قبل أن يسافر، قبل أن تقول لبيك يا علي أدي ما عليك، مهم؟ ومن أن يكون مستطيعا في بدنه، في ماله، في النواحي السياسية، إذا في تشابه أسماء وما بفيزوله أو ما بيكون بسبب تشابه، يعني هذا يدخل في عدم الاستطاعة. ومنها أن يتعلم أحكام الحج، كل هذا شرحناه. ومنها أن يختار الصحبة، ومن اختيار الصحبة اختيار الفوج. ومنها أن تكون نفقة سفره حلالا، كل هذا ذكرنا. الآن نقطة السابعة، قضاء الديون ورد المظالم، يعني هذا بيدخل في حقوق العباد، قضاء الديون ورد المظالم. يعني واحد شبيح ويأكل أموال الناس بالباطل ورايح يحج، لا، اقعد في بيتك البعيد احسن لك، انتبهنا. قال يقضي، يعني الانسان الذي يريد الحج، ما امكنه من ديونه، ويطلب العفو والمسامحه من كل من كان بينه وبينه معامله في شيء. هلا اذا ما بيقدر يقضي يروح لعند صاحب الدين يقول له اسمح لي لارجع بسدد لك اياه، فاذا لم ياذن له فسفره سفر معصيه. قال ثامنا كتابة الوصية، يسن للإنسان أن يكتب وصيته، يكتب وصيته ما في ذمته وماله وما عليه ماله وما عليه، ويشهد عليه بها، ويوكل من يقضي عنه ما لم يتمكن من قضائه. يعني المرأة يموت الرجال تشوف مال بالبيت تقول هذا مالي حق أولادي، طيب إذا هذا المال مدينه لازم يكتب وصيته يقول أنا في عندي مبلغ كذا مدينه من فلان، ثقة لا في ورقة ولا كذا، على الثقة بيني وبينه حتى ما تضيع حقوق العباد. قال لأنه لا يضمن الرجوع. تاسعا أن يترك التشاؤم وعليه بالتفاؤل. النبي عليه الصلاة والسلام كان من سيرته أنه متفائل دائما، في ناس أبدا على طول الطريق عندها تشاؤم في الحج وبغير الحج، لا ما ينبغي هذا. قال كأن يرى في بداية سفره حادثة يصير معه شغلة بطلنا الروح فيعدل عن السفر ويقول هذه سفرة شؤم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، لا عدوى ولا طيارة، ويعجبني الفأل الصالح، كان يحب الفأل الصالح. متفق عليه من حديث انس بن مالك. خلص الخمس دقائق؟ لا يا شيخ. قديش بي؟ تكرم عيونك. العاشرة. قال يستحب ان يصلي ركعتين قبل السفر في غير وقت نهي، عود يوسف الله حسن عود، في غير وقت نهي، يعني امتى اوقات النهي يا شيخ بشر؟ أوقات النهي قال بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس، وقبل أن ترتفع قدر الرمح. والآن صلينا العصر أليس كذلك؟ أيضا بعد صلاة العصر تكره، هذا وقت نهي، حتى تغرب الشمس، وعندما تنتصف في منتصف السماء. طيب، قال يستحب أن يصلي يا شيخ إبراهيم قبل ركعتين قبل السفر، هي دائما سواء بالحج او بغير الحج، بدك تسافر الله اكبر صلي ركعتين سنه السفر، تعلم سنه النبي عليه الصلاه والسلام ونحيي هذه السنن. طيب في غير وقت نهي في منزله يقرا في الاولى، ماذا يقرا يا شيخ ابراهيم؟ قل يا ايها الكافرون، وفي الثانيه قل هو الله احد، وفي نفس هذه القراءه يقراها في ركعتي الطواف، قل يا ايها الكافرون في الاولى، وقل هو الله احد يا احمد شو في الثانيه. قال ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف عبد على اهله
أفضل بالركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر، رواه ابن أبي شيبة مرسلا. وإذا نهض من جلوسه خلص الركعتين قال يشرع له أن يقول كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد سفرا إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم، اللهم زدني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت، رواه أبو يعلى. قال الحادي عشر، لا هلا هذا بده يطول، وآخر نوقف عند الحادي عشر بس ما قرأناه. وآخر دعوانا يا خوجة أن الحمد لله رب العالمين الفاتح.